من الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة جامعات مصر والعالم العربي، أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة ودور الـ 32 من أقوى موسم، الموسم الثاني للجامعات لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم الثاني من العباقرة جامعات، يا ترى مين اللي هيفوز بكاس البطولة؟ ويا ترى مين الطالب اللي هيفوز بكاس أفضل لاعب؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات هتساوي مبلغ نقدي في المرحلة الأولى، كل نقطة ب2000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير القرى المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 1,970,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول جامعة مشرفانا النهاردة في الاستوديو من محافظة دمياط، نرحب كلنا بجامعة دمياط. جامعة دمياط في عام 2007 صدر القرار الجمهوري رقم 276 بإنشاء فرع جامعة المنصورة بدمياط، وفي شهر يوليو عام 2012 صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة. تضم جامعة دمياط 8 كليات هي التربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والعلوم والفنون التطبيقية والزراعة والتجارة والآداب. يجرى حالياً العمل على إنشاء مزيد من الكليات والتخصصات الطبية والهندسية. حماس جامعة دمياط في ماتش النهاردة 8 طلاب، هنبتدي منهم 4 وهم طارق عبد الهادي 22 سنة كلية الزراعة جامعة دمياط، مستمتع جدا بالمشاركة في مسابقة العباقرة لأول مرة. الجامعة خلتنا على عبارة عن امتحانات وورش عمل، والمتفوق فيها هو النجاح وأدى دوره ونجح إنه يجي هنا. دور البنك الأهلي في تطوير القرى والمدارس طبعا دور كبير جدا. أنا هند الدالي كلية الزراعة جامعة دمياط وعندي 21 سنة. المشاركة في برنامج العباقرة كان حلم في الأول، أنا كنت بتفرج على موسم المدارس وأنا في تانية كلية، فقلت في البيت أنا عايز أشارك في البرنامج ده. فكرة إنه الواحد بيشارك في مسابقات كتير وبيعرف على ثقافات وبيعرف أدمغة كل طالب، يعني هو أنا بشوف إن أنا سافرت حي 15 محافظة، لكن أنا في بالناس اللي أنا قابلتهم في برنامج العباقرة أنا سافرت كل المحافظات الجمهورية وأنا في مكان. أنا هشام حسن 18 سنة جامعة دمياط كلية الهندسة. إحساس حلو جدا طبعا، لأن أنا ما كنتش أصلا متوقع أن أنا أشارك، مش قادر أوصف الشعور بصراحة. أكتر حاجة كويس فيها يمكن الرياضة ويليها الجغرافيا، وأكتر حاجة خايف منها الفنون لأن مش قد كده فيها، لأن ما بسمعش أغاني وما اتفرجش على أفلام وهكذا يعني. أنا علاء حمادة 21 سنة جامعة دمياط كلية التربية قسم التاريخ. أنا حاسة إن المغامرة عظيمة جدا، وإن أنا بقيت بستفيد من برنامج العباقرة وبشوف الأمور من زاوية تانية. بدأت أشوف المعلومات خصوصا التاريخ، إن أنا بدأت أبص ليه من زاوية تانية، إن أنا أعرف فيه أكتر وأتعمق فيه أكتر. بدأت أحسن نفسي فيه إن هو يكون نقطة قوة ليا. بدأت أتعرف على جميع الآثار اللي موجودة في العالم. جامعة دمياط الحمد لله على السلامة. السلام. ازيك يا طارق؟ الحمد لله بخير. جاهز ماتش النهاردة؟ ان شاء الله. اكيد. استعديت؟ اكيد ان شاء الله. قول لي حلمك ايه يا طارق؟ نحن نحمل كأس العباقرة ان شاء الله. طيب غير كأس العباقرة بتحلم بايه في المستقبل؟ لا، وانا هدفي كله اكون سعيد في حياتي بس. لعلمك انا وقفت وانا بقرا السي في بتاعتك ان الحلم عايز اعيش سعيد. فعلا. تترجمها ازاي؟ اعمل كل حاجه بحبها. بتحب تعمل ايه؟ احب اشتغل في عمل تطبيقي، عمل واقعي، مش نظري، مش كلام. احب اشتغل بايدي. بالتوفيق يا طارق، وباذن الله تبقى سعيد. ازيك يا هند؟ يا حبيبه. رجعت تاني يا هند؟ رجعت. قولي لي، العباقره فرق معاكي في حياتك؟ حقيقي زي ما انا بقول دايما، العباقره في الموسم الاول كانت تجربه رائعه،
لكن في الموسم الثاني تجربة أكثر من رائعة، إنه الواحد تعرف على ثقافات جديدة، تعرفت على دماغتهم، تعرفت على معلومات على الجروب اللي احنا بنتكلم عليه، يعني على السوشيال ميديا حقيقي فرق ثقافيا واجتماعيا وفرق حاجات كتير. يعني أنا ممنون إن أنا كنت في برنامج العباقرة، وإحنا مبسوطين إن أنت رجعت تاني. شكرا. باشمهندس هشام، ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. جاهز ماتش النهارده؟ ان شاء الله. احساسك ايه وانت بتلعب مع العباقره؟ احساس خرافي بصراحه، يعني اول مره تقريبا اشارك في مسابقه من النوع ده، وسبحان الله يعني من اول مره دخلت على العباقره على طول. قلقان شويه؟ لا الحمد لله يعني مش قلقان، تمام. بالتوفيق يا هشام. ازيك يا علاء؟ الحمد لله تمام. ايه موضوع الاعمال اليدويه ده؟ بتعملي ايه؟ انا بشتغل كروشيه وتريكو، وبعمل اعمال بالوان الميه وكده، بحاول نعمل بوكسات باللي هو خافض اللسان، عامله مشروع صغير كده بحاول يعني. لا عايز اعرف ايه المشروع الصغير ده، بكره يبقى مشروع كبير. هو انا بدات بجروب على الفيسبوك وبدات ان انا اسوق شويه، لقيت اصحابي في الكليه عاجبهم الحاجات. طب ممكن اعمل لك اعلان؟ اسم الصفحه بتاعتك ايه على الفيسبوك؟ مبهجات يدويه. هدخل عليه واتفرج على المنتجات اللي عندك. اكيد طبعا. تنور. مبسوطه بالفكره؟ أكيد طبعا مبسوطة أن أنا بدأت أعمل حاجة لنفسي من إيدي. أنا بحب الفن والألوان، أي حاجة فيها شغل من ده بحاول أبتكر فيها واخترع منها حاجة جديدة. خلاص إحنا عرفنا الاسم وهندخل نتفرج ونبقى زباين. اتفقنا؟ اتفقنا. بالتوفيق يا علاء. أما جامعة تانية واللي هتنافس وبقوة للوصول لدور الستاشر بمحافظة القاهرة، نرحب كلنا بجامعة الأزهر. جامعة الأزهر تعتبر جامعة الأزهر أكبر جامعة في العالم، وتعد ثالث أقدم جامعة بعد جامعة الزيتونة والقرويين. بدأت الدراسة بها في عام 975 ميلادي في عهد المعز لدين الله الفاطمي. تمثل جامعة الأزهر قبلة المسلمين العلمية حول العالم، فمنذ أكثر من 1000 عام وهي منارة العلم للعالم أجمع، وتعتبر أيضاً جامعاً وجامعة في النظام التعليمي، وهي أول من اخترع نظام المعيد في العالم أجمع. هنمثل جامعة الأزهر في مباراة النهاردة 8 طلاب، هتدي منهم 4 وهم يوسف الجريتلي 22 سنة كلية طب جامعة الأزهر فرع دمياط. سعيد جداً إن أنا شاركت في برنامج العباقرة النهاردة. برنامج العباقرة هو أحد البرنامج المحترمة الموجودة لسه حتى الآن في التلفزيون المفيدة، وأتمنى النهاردة نحقق أداء كويس. وجهة نظري أن أفضل لاعب معانا وأكتر لاعب هيجيب نقط معانا النهاردة هو أحمد محمد، بحكم ثقافته وبحكم أنه هو شارك السنة اللي فاتت. خلود عطا 22 سنة طب بنات الأزهر. أهلي لما شافوني في التلفزيون الموسم اللي فات كانوا سعيدين جدا، لما عرفوا أن أنا مشاركة المرة دي يعني شجعوني وقالوا لي إن شاء الله يعني نأدي أداء أحسن وإن شاء الله ناخد الكاس. الجامعة معتمد عليا في العلوم والجغرافيا. أحمد محمد 22 سنة كلية العلوم بجامعة الأزهر، بحلم طبعا ان ناخد الكاس العباقرة، وان كنا قد خسرنا النهائي المرة اللي فاتت 5 نقط، فاحنا بإذن الله قادمين من اجل حصول على الكاس مرة اخرى. كل ماتش له حساباته، بس بنحاول ان احنا نبذل افضل ما عندنا للوصول للمباراة النهائية. تيهال جادو 20 سنة كلية لغة وترجمة جامعة الأزهر. انا مبسوطة ان هشارك في الموسم الثاني برنامج العباقرة، كنت بتفرج عليه السنة اللي فاتت وكان نفسي اشارك فيه جدا. السنة دي حصلت على المركز الاول في دوري المعلومات على مستوى الجامعة الوجه قبلي. أكتر حاجة أنا شاطرة فيها الجغرافيا والتاريخ والأدب، أكتر حاجة قلقانة منها يمكن شوية فقرة الفن. جامعة الأزهر الحمد لله على السلامة. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله تمام. ازيك دكتور يوسف؟ الله يخليك يا فندم. دكتور يوسف الطالب المثالي 2017 على مستوى الجامعة، نحيي كلنا. يوسف انت من دمياط، احساسك ايه بقى وانت بتلعب قصاد جامعه دمياط؟ لا انا ادعم جامعه دمياط قلبا وقالبا، لكن انا انتمائي كله جامعه الازهر طبعا. لا ما فهمتش الجمله دي معناها ايه؟ يعني قلبا وقالبا انا بحاول ادعمهم، بس طبعا النهارده بس هكسبهم. ايوه يعني ادعمهم بس ما يكسبونيش. ايوه صح. ايوه مع ان الوحيد اللي هبقى كسبان النهارده انت، يعني جامعة الأزهر كسبت انت كسبان. أيوة. دمياط كسبت فانا دعمتكم. طيب. صح ولا غلط؟ ايوه. يوسف حلمك ايه؟ والله حضرتك انا حلمي يعني ان انا ان شاء الله
أواصل الحياة العلمية لأبعد الحدود في التخصص أيا كان التخصص اللي هتخصص فيه في الطب. ربنا يوفقني بإذن الله وأكمل يعني أيا كان التخصص بإذن الله. بالتوفيق يا يوسف. شكرا. خلود، ازيك يا خلود؟ ازي حضرتك؟ العباقرة فرق معاكي؟ أكيد. ازاي؟ احكي لنا. طبعا إن انتوا كسبتوا المركز الثاني دي حاجة عظيمة جدا، كنتوا قريبين جدا من المركز الأول، فرقت على توفيق، فرقت على ايه؟ خمس نقط، يعني اقل من سؤال. ايه اللي حصل معاكي من بعد العباقرة؟ طبعا بيتي مشهورة انا عارف. ايوه بالظبط كده، بيتي مشهورة، احكي لي. هو اكتر حاجة اسعدتني ان يعني طلبة الازهر كلهم كانوا مبسوطين جدا ان احنا شاركنا في البرنامج وان احنا ادينا اداء كويس، فده يعني كان اكتر حاجة اسعدتني ويعني شجعتني ان انا اشترك تاني وان احنا ان شاء الله نحاول نعمل اداء كويس الموسم ده بإذن الله. بالتوفيق يا خلود. صديق العزيز احمد محمد، انا بحب كلمة صديق العزيز قبل ما اقول احمد محمد من الموسم اللي فات بقولها. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. قول لي يا احمد، تجربه العباقره بتمثل لك ايه؟ اصل انت الحقيقه وضعك مختلف. اولا انت نجم، لازم كلنا بقى عارفين احمد محمد نجم، موسوعه متحركه ما شاء الله. الحمد لله. تاني حاجه ان انت كمان اشتغلت معانا جوه الاستوديو وحضرت معانا تحضير موسم كامل، فانت شفت التجربه من نواحي مختلفه. احكي لنا عن رؤيتك لبرنامج العباقرة. هو أولا شرف لي أن أكون أول طالب شارك في البرنامج، بعد كده تحول أن أكون فريق من فريق الأعداد. مش كل الناس تتاح لهم فرصة أن هم يعني يشتغلوا في مجال هم بيحبوه، يعني هي كان موضوع كهواية أكتر ويكون مجرد شغل عادي، فكان بصراحة يعني كان عن حب وكان في أداء كويس. لا أنت عندك ميزة، أنت عندك شغف، شغف للفكرة. عباقرة الجامعات من غير أحمد محمد ما بقاش لي طعم. العباقرة الجامعات كانت قبل أحمد محمد وبعد أحمد محمد، العباقرة جامعات ومدارس ظهر من هم أفضل من أحمد محمد من قبل وسيظهر من هم أفضل من أحمد محمد من بعد، فأحمد محمد يتشرف بالانتساب للعباقرة قبل كل شيء. أشكرك يا أحمد، وأنت الحقيقة تستحق تبقى قدوة فعلا، بحييك يا أحمد محمد. ابتهال، ازيك يا ابتهال؟ ازي حضرتك؟ احساسك ايه بقى؟ قلقانه؟ شويه. يمكن قلقانه ليه؟ مسؤوليه شويه عشان الجامعه وكده. استعديتي؟ استعديت كويس الحمد لله. استعديتي ازاي؟ كنت بذاكر معلومات كتير، جمعت معلومات كتير في مجالات مختلفه اضفت لي طبعا معلوماتي، وان شاء الله هادي اداء كويس. ابتهال لغات وترجمه. ليه اخترت المجال ده؟ ليه اخترت؟ انا بحبه، يعني انا حبيت ان انا ادرس الادب بالاضافه عشان كده مثلك الاعلى نجيب محفوظ. ليه خدتيه كمثل اعلى؟ نجيب محفوظ ليه طابع خاص في كتاباته وهو رائع، يعني انا طبعا بحبه جدا يعني. احسنت الاختيار، بالتوفيق يا ابتهال. قبل ما نبتدي ماتش النهارده عايز احيي الجامعتين، جامعه دمياط وجامعه الازهر. عباقرة الجامعات خمس فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. الجامعة اللي هتجاوب صح هتختار مين اللي يبتدي الأول. والسؤال هو: ما هي عاصمة محافظة الغربية؟ هند. طنطا. طنطا إجابة صحيحة. طنطا الإجابة الصحيحة. وبكده دمياط هتختار مين اللي يبتدي الأول. مين اللي يبتدي الأول يا هند؟ دمياط إن شاء الله. دمياط تبتدي الأول، تمام. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. دمياط عندك سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ في جوكر. في جوكر. في جوكر. في جوكر. جوكر. دوس على البازر. أول سؤال بـ20 نقطة، مباراة حامية جدا من أولها.
جغرافيا. والسؤال هو كم عدد الدول التي تمر بها سلسلة جبال الأنديز؟ كم عدد الدول التي تمر بها سلسلة جبال الأنديز؟ فات 10 ثواني. سبعتاشر ثانية. هشام إجابتك؟ 2. إزاي؟ تشيلي وبيرو. هشام إجابة خاطئة. يا ترى في إجابة في الأزهر ولا مفيش؟ في. أحمد محمد اتفضل. 3. غريبة جدا يا أحمد. أحمد إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو بنقص 10. 9 دول، 5 دول، 7 دول، 10 دول. الإجابة الصحيحة 7 دول. كنا متفقين من قبل الماتش إن احنا ناخد الجوكر في الجغرافيا، وربنا ما وفقناش وما قدرناش نجاوب صح. دلوقتي جامعة الأزهر عندك سؤال في الجغرافيا. في جوكر ولا في جوكر؟ ما في جوكر. جغرافيا. والسؤال هو ما هما الدولتان اللتان تحدان المملكة المغربية من الجنوب والشرق؟ ما هما الدولتان اللتان تحدان المملكة المغربية من الجنوب والشرق؟ أحمد محمد. الجزائر وموريتانيا. جزائر في حالة واحدة وموريتانيا في حالة استثنائية. أحمد محمد ما خدش الجوكر. خسارة. إجابة صحيحة. موريتانيا والجزائر إجابة صحيحة. وبكده 10 نقط لجامعة الأزهر ودمياط. عندكم سؤال في التاريخ. جاهزين؟ إن شاء الله. تاريخ. والسؤال هو من هي الأميرة المصرية التي تزوجت شاه إيران محمد رضا بهلوي؟ من هي الأميرة المصرية التي تزوجت شاه إيران محمد رضا بهلوي؟ 10 ثواني. ألا إجابتك؟ فوزية. أنت بتسأليني مش بتجاوبي. يعني إجابة صحيحة. الأميرة فوزية هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا ألا. وبكده النتيجة 10-10. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في التاريخ لجامعة الأزهر. في جوكر؟ في جوكر. تفضل. تاريخ. والسؤال هو ما هي الدولة العربية التي قامت فيها حضارة بلاد كوش؟ ما هي الدولة العربية التي قامت فيها حضارة بلاد كوش؟ 10 ثواني. أحمد محمد. العراق. العراق. بص، سؤال الجغرافيا كان سهل، سؤال التاريخ كان صعب. أنا عارف. إحنا بنعكس. أنا عارف. أنت عارف. أحمد محمد العراق بعشرين نقطة. إجابة إيه؟ غلط. برافو عليك. إجابة خاطئة. فرصة دلوقتي يا دمياط تخطفوا 20 نقطة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ أخد إجابة حالا. سوريا. سوريا. فلتت منك آلاء. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو بنقص 10. الصومال، جيبوتي، السودان، الأردن. 3 ثواني. الإجابة الصحيحة السودان. خفت تاخد الريسك أحمد. نتيجة تعادل. ودلوقتي في سؤال لدمياط في الأدب. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. أدب. والسؤال هو ما هي المسرحية النثرية الوحيدة التي ألفها الشاعر أحمد شوقي؟ ما هي المسرحية النثرية الوحيدة التي ألفها الشاعر أحمد شوقي؟
أميرة الأندلس؟ أنت ليه دايما بتسأليني؟ أنا عايز إجابات يا آلاء. يعني أميرة الأندلس؟ لا مش كده. هي تتقال إزاي؟ أميرة الأندلس. أميرة الأندلس. أميرة الأندلس بعشر نقط. إجابة صحيحة. أميرة الأندلس الإجابة صحيحة. برافو عليك يا آلاء. 20 دمياط 10 الأزهر. ودلوقتي عندنا السؤال الثاني في الأدب لجامعة الأزهر. والسؤال هو: من هو الكاتب الأمريكي صاحب رواية The Old Man and the Sea؟ يا سمنجوي شيخ البحر. أنا سمنجوي كده يا أحمد. أنا سمنجوي. طب من حقهم برضو إن هم يشاركوك في الإجابة ونتناقش مع بعض وإحنا فريق. أحمد محمد إجابتك أنا سمنجوي. إجابة صحيحة. أنا سمنجوي إجابة صحيحة. برافو عليك يا أحمد. النتيجة تعادل 20-20. ودلوقتي عندنا سؤالين في العلوم. وأول سؤال لجامعة دمياط علوم. والسؤال هو: في أي مجال تخصص العالم فريدريخ موس مخترع مقياس موس؟ في أي مجال تخصص العالم فريدريخ موس مخترع مقياس موس؟ سبع ثواني، ثلاث ثواني. برافو عليك، انت خدت القرار لان خلاص فاضل ثلاث ثواني. وخلي بالك في اجابه الناحيه الثانيه. اجابتك يا هند. هو انا بشبه على موس، ففريدريش موس ممكن علم النبات. علم النبات يا هند ب 10 نقط. اجابه خطا. برافو عليك، اجابه خاطئه. هي قالت لي اجابه خاطئه، انا ماليش ذنب. هي قالت لي اجابه خاطئه، قلت لها برافو عليكي، هي عارفه انها غلط. جامعه الازهر في اجابه ولا مفيش اجابه؟ في فاتيه. اتفضل يا احمد. الجيولوجيا. احمد محمد الجيولوجيا ايه؟ غلط طبعا. برافو عليك، اجابه صحيحه. الجيولوجيا الاجابه صحيحه. برافو عليك يا احمد. وبكده النتيجه 30 جامعه الازهر 20 جامعه دمياط. ودلوقتي اخر سؤال في الفقره لجامعه الازهر. جاهزين ان شاء الله؟ علوم. والسؤال هو: ما هو المستحضر الذي تستخلص مادته الفعاله من داخل لحاء اوراق نبات الصفصاف؟ ما هو المستحضر الذي تستخلص مادته الفعاله من داخل لحاء اوراق نبات الصفصاف؟ سبع ثواني، ثلاث ثواني. أحمد محمد إجابتك. سليلوز. أحمد إجابة إيه؟ خاطئة طبعا. برافو عليك، إجابة خاطئة. فرصة تتعادلوا. ألا إجابتك الصبغة. إجابة خاطئة. زائد خمسة يا ناقص خمسة. والاختيارات قصادنا على الشاشة: الأسبرين، البيومين، النكتارين، النيكوتين. الإجابة الصحيحة الأسبرين. أيوة بالضبط كده. نهاية الفقرة والنتيجة 30 جامعة الأزهر 20 جامعة دمياط. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. عباقرة الجامعات مباراة مهمة جدا في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة: جامعة الأزهر 30، جامعة دمياط 20. وجامعة دمياط حصل عندنا تغيير، أمير الأنور نزل مكان طارق عبد الهادي. ازيك يا امير؟ الحمد لله يا فندم. ايه رايك في الماتش؟
ماتش جميل الحمد لله وصحابي مصروش ان شاء الله قادرين ان احنا نرجع ونتفوق كمان باذن الله. امير في كليه هندسه الحمد لله. حلمك ايه يا امير؟ ان شاء الله اتخرج من الكليه واشتغل واشارك في المشروعات اللي بتتم على ارض الدوله ان شاء الله دلوقتي، لان انا متشوق جدا ان انا اشتغل على المشاريع اللي بتتم على ارض مصر، وعشان يجي اليوم اللي انا اقول لاولادي المشروع ده انا شاركت فيه الحمد لله بقى موجود دلوقتي بايديكم انتوا تديروه. بالتوفيق يا امير. وحصل عندنا تغيير واحد في جامعة الأزهر، تغريد كمال مكان ابتهال جادو. ازيك يا تغريد؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك، رجعتي تاني ومنورانا في الاستوديو. ربنا يبارك لك. تغريد، العبقرة بيمثل لك ايه؟ يعني هو العبقرة زي سلط لي الضوء كده على حاجات فيا كانت يعني سواء بالإيجاب أو السلب فأخدت بالي منها. طب والشهرة؟ تغريد بقت معروفة؟ هي مش كانت مش معروفة لكن زين. لا 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 لا، بس انت أدائك كان مميز جدا في الموسم الأول. كان مميز، انت رفعت كاس العباقرة بغض النظر ان احنا بنتكلم على المركز الثاني، بس برضو ده كاس العباقرة صح؟ جاهز الماتش النهاردة؟ بإذن الله. بالتوفيق يا تغريد. ربنا يبارك. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، المعرفة أربع أجزاء: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين معايا ألاء حمادة وأحمد محمد. ألاء وأحمد محمد، وسؤال الأول في المعلومات العامة، سؤال بعشر نقط. إيد. أيوة، إيد على البازر. إيد على البازر بالظبط، إيديك على البازر كده، وقبل ما تسمع سؤال دوس على البازر على طول على طول، ما تفكريش. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي الولاية الأمريكية التي تتبع لها مدينة لاس فيغاس؟ لوس أنجلوس. إجابة خاطئة. ولاية إيه؟ كاليفورنيا. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة ولاية نيفادا. تفضلوا. السؤال الثاني في الرياضة، وفي روح رياضية تمام، رياضة، والسؤال هو: كم عدد المرات التي فاز بها المنتخب النيجيري ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم حتى عام 2018؟ كم مرة؟ مرتين. مرتين. أحمد محمد مش موافق. يوسف، إجابة خاطئة. هشام، عندك إجابة؟ أربع مرات. دوس على البازر. أربع مرات. أربع مرات، إجابة خاطئة. تفضلوا، الإجابة الصحيحة ثلاث مرات. دلوقتي عندنا السؤال الثالث في التكنولوجيا، وهنشوف مين اللي هيخطف العشر نقط دول، خلود وهند، هند وخلود. تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي الشركة اليابانية المطورة للعبة ستريت فايتر؟ ما هي الشركة اليابانية المطورة للعبة ستريت فايتر؟ خلود إجابتك. نوكيا. إجابة خاطئة. هند، إجابتك. كون يابانية فأقول سامسونج. هند، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة كاب كوم. تفضلوا. سؤال الرابع قدرات ذهنية، آخر سؤال واحد لواحد، أمير وتغريد، تغريد وأمير. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 100 × 10 × 50 + 3. 497. أيوة، إجابة صحيحة. برافو عليك يا تغريد. 40 جامعة الأزهر، 20 جامعة دمياط. ودلوقتي عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا التمانية، وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: من قام بدور البنك المركزي خلال فترة الخمسينيات
من القرن العشرين. أحمد محمد، إجابتك؟ البنك الأهلي مصر. إجابة صحيحة. فعلا البنك الأهلي مصر سنة 1960. برافو عليك يا أحمد، وكده النتيجة. البنك الأهلي المصري كان هو الواحد من جهاز النقود الأول، إنشاء الجنيه المصري حتى عام 1962 لما تحول من البنك إنشاء البنك المركزي المصري وخد امتياز حق ربع النقود. أنا كمان عاجبني إن أنت عارف القرارات اللي أصدرت كمان، برافو عليك. 50 جامعة الأزهر، 20 جامعة دمياط. ودلوقتي عندنا سؤال تاني في الرياضة، والسؤال هو: ما هو الفريق الذي لعب له البرازيلي رونالدينيو ما بين عامي 2001 و2003؟ باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان يا هشام، إجابة صحيحة. باريس سان جيرمان هي الإجابة صحيحة، برافو عليك يا هشام. 30 جامعة دمياط، الأزهر 50. ودلوقتي السؤال الثالث في التكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي الشركة الحالية صاحبة برنامج مايا والذي يستخدم في التصميمات ثلاثية الأبعاد؟ هنت، إجابتك؟ أوتوكاد. أوتوكاد، مش عارفة هي شركة ولا هو برنامج، مش عارفة هو شركة ولا لا. هنت، أوتوكاد. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. خلو، في إجابة؟ فاتية. مايكروسوفت. فاتية فعلا. لا بيبان عليك، شوف ما عندك المعلومة بتحكي لك القصة بتاعتها والحكاية كلها، بس مايكروسوفت فاتية فعلا. إجابة خاطئة. يا هند، تخيل ان انت قربتي. يا هند قربتي. اوتو ايه بالظبط كده؟ الإجابة صحيحة، اوتو ديسك. وهي اللي بتعمل الاوتو كاد. ايوه شفتي بقى، وخدت الاوسكار في 2003 عن برنامج مايا. هارد لك انت. دلوقتي السؤال الاخير في القدرات الذهنيه، والسؤال هو: حل المساله الاتيه، 66 زائد 6 في 2 على 2 يساوي كام؟ احمد محمد، اجابتك؟ 72. اجابه صحيحه. 72 هي الاجابه الصحيحه. احمد محمد خطف البازر من السبعة، وبكده النتيجة: جامعة الأزهر 60، جامعة دمياط 30. جامعة دمياط المباراة لسه في الملعب، هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 80,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 180,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. عباقرة الجامعات الموسم الثاني، مباراة جميلة جدا في دور ال 32، والنتيجة: جامعة الأزهر 60 وجامعة دمياط 30. وجامعة دمياط حصل عندنا تغييرين، طارق عبد الهادي رجع تاني مكان أمير الأنور، وشيرين هويدي نزلت مكان آلاء حمادة. ازيك يا شيرين؟ تمام الحمد لله. ايه رأيك في الماتش؟ يعني تمام. صعب شوية بس تمام يعني. طيب شيرين، انت مهتمية بالرسم؟ اه جدا. صح. بترسمي ايه؟ يعني برسم بورتريهات وكده، برسم بحاول يعني اهتميت بأول ما دخلت الجامعة، بقيت اهتم بيه كده وبدأت ارسم بورتريهات واخد كورسز وكده يعني. طب ايه اللي دخلك زراعة لو انت مهتمية بالرسم؟ ليه ما دخلتيش حاجة تنمي فيها موهبتك؟ الرسم بعرف اخد فيه كورس بره في من كذا مجال، يعني مش لازم ادخل الكليه عشان اعرف ارسم، عشان يبقى معايا مجالين يعني. فكره. أوه. عندك حق، بالتوفيق يا شيرين. وحصل عندنا تغيير واحد في جامعه الأزهر، يوسف النجار نزل مكان يوسف الجريتلي. ازيك يا يوسف؟ سامي. جاهز الماتش ان شاء الله؟ قول يا يوسف، مهتم انت بالعمل التطوعي، بتعمل ايه؟ متطوع في أكتر مكان، على رأسهم درع سير، كتب نشر وتوزيع طبعا،
بكتب مراجعات روايات كتب، بعمل فقرة أسبوعية اسمها السينما والعصير بعمل فيها مراجعات أفلام أجنبي دايما يعني كل أسبوع إن شاء الله. يعني إيه بتراجع أفلام؟ مش فاهم. بقرأ بتفرج على الفيلم مثلا وبعدين أكتب رأيي فيه. رأي بتنقد يعني؟ يعني ما أقدرش أسميها مراجعة، دي اسمها نقد. مش نقد قوي برضو يعني، رأي كمشاهد مش نقد قوي. يعني بتنقدها كمشاهد على قد. تمام. ومستمتع بالمجال ده؟ أنا حاسس ممكن تكمل فيه. فعلا. عشان كده نازل في فقرة الفنون. بالظبط. بالتوفيق يا يوسف. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أجزاء: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. وأول حاجة نبتدي بيها هي السينما والمسرح. والسؤال هو: من هو الممثل الذي لعب دور فريدي ميركوري في فيلم بوهيميان رابسودي؟ مين اللي لعب دور فريدي ميركوري في فيلم بوهيميان رابسودي؟ خمس ثواني. هشام اجابتك. ويل سميث. هشام، ويل سميث اجابه خاطئه. في اجابه ولا فيش اجابه؟ يوسف اجابتك. هاريسون فورد. اجابه خاطئه. الإجابة الصحيحة رامي مالك. وغريبة جدا إن أنتوا ما تعرفوش إن هو أدى الدور ده. الدور ده هو يستحق ياخد أوسكار عنه. خسارة جدا. السؤال الثاني في السينما والمسرح. والسؤال هو: من هو الممثل الذي لعب دور سعيد في فيلم عبود على الحدود؟ أحمد محمد إجابتك. أحمد حلمي. أحمد حلمي. أحمد حلمي إجابة صحيحة. الإجابة الصحيحة. وكان بطل الفيلم مين؟ علاء ولي الدين. الراحل علاء ولي الدين وإخراج شريف عرفة. دلوقتي عندنا سؤالين في الأغاني والموسيقى. والسؤال هو: من هي المطربة التي قامت بغناء أغنية ساكن قصادي؟ نجاة. نجاة. تغريد نجاة الصغيرة إجابة صحيحة. نجاة الصغيرة هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 80 الأزهر، دمياط 30، ودمياط بنبهكم المباراة كده عطير، محتاجين نركز ونرجع تاني في المباراة. تمام. السؤال التاني في الأغاني والموسيقى. والسؤال هو: من هو المطرب الذي قام بغناء تتر المقدمة في مسلسل إمام الدعاء؟ طارق عبد الهادي. إجابتك. مدحت صالح. مدحت صالح. طارق عبد الهادي إجابة خاطئة. حد يخطف البازر من أحمد محمد. أحمد محمد إجابتك. هشام عباس. هشام عباس. وأنا قلت لكم خدوا منه البازر. هشام عباس إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة محمد فؤاد. دلوقتي عندنا سؤالين في اللوحات والمعالم. والسؤال هو: معبد هامبي تم إدراجه على لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1986 ميلاديا، ففي أي دولة آسيوية يقع؟ اندونيسيا. اندونيسيا. وخلود مش موافقه. هوافق انا ازاي؟ اندونيسيا اجابه خاطئه. شيرين. كمبوديا. شيرين اجابه خاطئه. يا هند الاجابه الصحيحه الهند. هارد لك. السؤال الثاني في اللوحات والمعالم. والسؤال هو: اللوحة إحدى أشهر أعمال الفنان بابلو بيكاسو، فما اسمها؟ هند. الأم والطفل. إيه؟ الأم والطفل. إن شفت اللوحة دي قبل كده؟ شفتها.
بس مش فاكره الاسم. اه الام والطفل بعشر نقط. اجابه صحيحه. الام والطفل الاجابه صحيحه. ماذر اند تشايلد. برافو عليك يا هند. اي كيو موضوع بسيط جدا. اي كيو يعني صوره ما فيهاش اي حاجه تانية تقول اي اسم تاني. صورة الأم والطفل بصراحة هو كانت إجابة عبارة عن ميكس أنا قرأها قبل كده لكن ما كنتش مذكرها دلوقتي. فأنا استرجعت وأنا قرأتها لقيت أنه قلت لنفسي كده وقتها هند خدي بالك أنه اللوحة دي بتعبر عن نفسها من نفسها، فإذا شفتيها بعد كده خلي عينيك تبص الأول مش عليك تبص الأول. فجبتها كده توفيق من عند ربنا وكانت موجودة في دماغي. 40 جامعة دمياط، 80 الأزهر. ودلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة سرعة بديهة. والسؤال هو ما هو ترتيب حرف الأن في الأبجدية الإنجليزية؟ يوسف إجابتك 11. 11 إجابة خاطئة. إجابتك 14. هشام 14 إجابة صحيحة. 14 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا هشام. وبكده النتيجة 50 جامعة دمياط، 80 الأزهر. دلوقتي آخر سؤال في الفقرة سرعة البديهة. والسؤال هو ما اسم الدولة في الصورة؟ ممكن سهلة. هند فرنسا. منين جبتي فرنسا؟ هند فرنسا إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ هاخد إجابة حالا. نرويج. نرويج فكرتي فيها إزاي يا خلود؟ يعني قلت مثلا دي دايما هي نو فتطلع نرويج. يعني طلعت صح ان شاء الله. خلود اجابه صحيحه. نرويج هي الاجابه الصحيحه. برافو عليك يا خلود. هي فعلا كده نو وار واي نرويج. برافو عليك يا خلود. وبكده النتيجه 90 جامعه الازهر، 50 جامعه دمياط. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع أصعب فقرة، فقرة 25 نقطة لجامعة واحدة بس والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة الفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 280,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. عباقرة الجامعات الموسم الثاني مباراة مهمة جدا في دور الـ 32. والنتيجة جامعة الأزهر 90، جامعة دمياط 50. وجامعة دمياط حصل عندنا تغيير واحد، آلاء حمادة رجعت مكان شيرين هويدي. وحصل عندنا تغيير واحد في جامعة الأزهر، يوسف الجريتلي رجع مكان يوسف النجار. ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اتنين معايا طارق عبدالهادي وأحمد محمد. طارق وأحمد، أحمد وطارق، وحنشوف مين اللي هيحرز أول هدف. روح رياضية وهنخلط الورق نشوف سؤال الأول موضوعه إيه؟ رياضة. والسؤال هو من هو الهداف التاريخي للدوري الأسباني لكرة القدم؟ ليونيل ميسي. ميسي الهدف الأول. هارد لك يا طارق. هارد لك يا طارق. هدف بلا مقابل. وهند وصلت. ازيك يا هند؟ الحمد لله. هند عايز تسألي في إيه؟ هو مفيش تكنولوجيا فممكن أدب. أدب تمام. فنون. والسؤال هو
من هو الفنان الذي قام بغناء أمانة عليك يا ليل؟ أمانة عليك يا ليل طول. يا صاحب الحلوة دي بقى سلطان. بقى سلطان إجابة مضحكة. هند عندك إجابة؟ كارم محمود. كارم محمود الهدف الأول. كارم محمود فعلا يا هند. أيوة كارم محمود. طيب دلوقتي عندنا خلود وصلت هدف مقابل هدف. خلود عايز تسألي في إيه؟ أي حاجة. أي حاجة هنشوف أي حاجة هتطلع إيه. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 2 في 12 زائد 3 في 13 زائد 4 في 14 يساوي كام؟ إجابتك 109. 109 إجابة خاطئة. 119. الهدف الثاني. برافو يا هند. 119 فعلا الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا هند. هدفين مقابل هدف. يا هند تبقى هاتريك، يا يوسف يحرز الهدف الثاني ويتعادل. هنشوف. فنون. والسؤال هو أغنية بعدك على بالي أحد أشهر أغاني المطربة اللبنانية فيروز، فمن قام بتلحينها؟ إخوان رحباني. الهدف الثالث. هاتريك هند. برافو عليك يا هند. 3 أهداف مقابل هدف. يا هند تحرز الهدف الرابع. و50 تبقى كام؟ 75. وكمان ترجعوا في الماتش وشوف الهاتريك. يا تغريد تاني تحرز الهدف التاني وتكمل مشوار. معلومات عامة. والسؤال هو ما هي العملة الرسمية لدولة قبرص؟ يا أوروبا ف يورو. اليورو يا هند. الهدف الرابع. اليورو فعلا في أوروبا. برافو عليك يا هند. 25 نقطة مهمين جدا لدمياط. سوبر هاتريك هند الدالي، رجعت دمياط تاني في المباراة. برافو يا هند. سوبر هاتريك 75، جامعة دمياط، جامعة الأزهر 90. المباراة صعبة، المستوى متقارب. هند نزلت مركزة. سوبر هاتريك 4 أهداف في 25 نقطة، رجعت دمياط ماتش تاني. دمياط ما لعبتش بس على الحظ، احنا كان عندنا معلومات وكان عندنا ثقة، وهو ده السبب ان احنا جبنا ضربات الجزاء وان شاء الله هنفوز بالماتش. 3 اللي معايا في التيم طلعوا. اسئلة عايز واحد سريع بس، مش اللي هي دول ال 32 ممكن يبقى فيه مفاجآت صعبة جدا. هنشوف عاجة الحظ هتودينا فين وايه اللي هيحصل في ماتش زي النهارده. المباراة لسه في الملعب. عندنا فقرة صعبة جدا ممكن تغير نتيجة أي ماتش في أي لحظة. 4 أسئلة وفقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل جامعة. وأول سؤال علا زاهر من جامعة دمياط، اتفضلي يا علا. هنشوف علا والسؤال الأول لجامعة دمياط عنوانه إيه؟ قدرات ذهنية. تمام جامعة دمياط. سؤال بعشرين نقطة ولا بثلاثين نقطة؟ عشرين نقطة. قدرات ذهنية. والسؤال هو
هنحل المسألة الآتية: 300 على 2 زائد 30 في 2 زائد 300 يساوي كام؟ 10 ثواني. ألا إجابتك؟ 510. 510 20 نقطة. إجابة صحيحة. 510 هي الإجابة الصحيحة، وكده نتيجة 95 جامعة دمياط الأزهر 90. ودلوقتي السؤال الأول للأزهر، يمنى طارق اتفضلي يا يمنى، هنشوف السؤال الأول للأزهر موضوعه إيه. اتفضلي يا يمنى. شكرا. جغرافيا أو تاريخ؟ تمام. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. تمام، جغرافيا. والسؤال هو: في أي خليج يصب نهر النايجر؟ في أي خليج يصب نهر النايجر؟ خمس ثواني. أحمد محمد إجابتك. خليج النايجر. خليج النايجر. أحمد محمد، خليج النايجر إجابة خاطئة. جامعة دمياط، في إجابة؟ هشام إجابتك. خليج غينيا. خليج غينيا بعشرين نقطة. إجابة صحيحة. خليج غينيا الإجابة صحيحة، برافو عليك يا هشام. وبكده النتيجة 115 جامعة دمياط 90 جامعة الأزهر. ودلوقتي عبد الرحمن، اتفضل يا عبد الرحمن، هنشوف عبد الرحمن أبو المعاني والسؤال الثاني لجامعة دمياط عنوانه ايه؟ علوم. سؤال في العلوم، جامعة دمياط. دلوقتي عندكم سؤال في العلوم، سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. 20 نقطة. لو الإجابة صح اتأهلتوا لدور الـ16. لو الإجابة غلط هيبقى لسه في فرصة عند جامعة الأزهر إنها تجاوب. جاهزين؟ إن شاء الله. علوم. والسؤال هو: ما هي الصيغة الكيميائية للإيثانول؟ ما هي الصيغة الكيميائية للإيثانول؟ هند إجابتك. C2H5OH. بعشرين نقطة. إجابة صحيحة. ألف مبروك جامعة دمياط، حققت مفاجأة غير متوقعة بالمرة. جامعة دمياط ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الـ16. بصراحة مفاجأة. الحمد لله. نفس اللي حصل ما بين جامعة القاهرة وجامعة المنصورة، الفريق اللي حاصل على الكاس والوصيف الاثنين خرجوا من دور الـ32. جامعة الأزهر المباراة طارت منكم في ضربات الجزاء وعجلة الحظ. هارد لك. آخر سؤال، محمد سليم جامعة الأزهر، تفضل محمد سليم، والسؤال الأخير في الحلقة. قدرات ذهنية. سؤال في القدرات الذهنية، بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. دوس على البازل. آخر سؤال بـ30 نقطة قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 111 في 1 زائد 111 في 2 زائد 111 في 3 يساوي كام؟ أحمد محمد إجابتك؟ 666. 666. أحمد محمد النهاردة أفضل لاعب بـ90 نقطة. إجابة صحيحة.
366 هي الإجابة الصحيحة. أحمد محمد هارد لك، ده الحقيقة موسم المفاجآت والمفاجآت تتوالى. هارد لك جامعة الأزهر 120، وألف مبروك جامعة دمياط 135. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 255 نقطة، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 510,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 2,480,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. هارلات جامعة الأزهر وألف مبروك جامعة دمياط، وصلتوا الدور 16 عن جدارة. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. أنا كنت أتوقع يا إما نفوز عادي، يا إما نخسر خسارة بشرف، إنما ما أتوقعش إن إحنا نعمل ريمونتادا دي خالص نهائي. يعني لو أنا خسرت مستوى فرق إن أنا كنت بس ضعيف في الماتش، الموضوع يبقى سهل عليا. لما اللي حصل الهزيمة ديت أنا بصراحة شو صعب تحمله. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم.